قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء، الأسماك على كثرتها في البحار تقول: اللهم اغفر لطالب العلم، تدعو له بالمغفرة على كثرتها، مليئها البحار والمحيطات بالأسماك كلها تستغفر لطالب العلم. ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. قالوا في الحكمة في ذلك أن العالم ينشر في الناس علما تصلح به الأرض، بخلاف أهل الفساد ينشرون في الناس أمورا تفسد بها الأرض، مثل ما جاء في الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد يؤثر على البحر، يؤثر على البحر، يؤثر على الأرض، فساد الناس، فساد أعمالهم، والعالم يصلح ويبعد الناس بالدعوة والعلم والتوجيه والنصح والتذكير، يبعدهم عن هذا الفساد، فيكون له أثر على هذه الكائنات، هذه الحيوانات. والعالم كذلك يبين للناس حسن التعامل مع الحيوان والرفق به، عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، في نصوص كثيرة جدا في هذا الباب، باب الرفق في الحيوان، فيعلم الناس ذلك، يعلمهم اللطف والرفق واللين والمعاملة الطيبة مع الحيوانات. دعوني أروي لكم قصة طريفة في هذا الباب، طريفة جدا، للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. مر على رجل، الشيخ رحمه الله مر على رجل ومعه حمار، والحمار يعني استعصى على صاحبه، أبى أن يتحرك، فكان صاحبه يضربه ضربا شديدا، ضربا عنيفا، فرآه الشيخ وجاء إليه وأمره بالرفق وحثه على الرفق ونهاه عن الشدة والغلظة في الحيوان. قال: يا أبى أن يمشي، ما أستطيع أن. قال له الشيخ: ترفق به ويمشي. قال: أبدا ما يمشي. قال: ابتعد عنه، ومسح الشيخ وترفق به وأخذه بلطف ومشى معه الحمار. فمن الطريف، يقولون أن صاحب الحمار قال له: ما شاء الله، حتى الحمار يعرف أنك شيخ، من أثر يعني أثر ذلك على الحاصل. أن الرفق هذا مهمة العالم، العالم يستحث الناس على الرفق بالناس، الرفق بالحيوان، الرفق، فله أثر، أثر عظيم على المجتمع الذي فيه شيوعا أو كثرة للصلاح وأهله والرفق واللطف واللين، له أثر على المجتمع. فكان حقيقا بهذه الفضيلة: يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء.